الابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل مع بعض السلسله اللي ابتديناها امبارح عن المحبه. احنا عرفنا المحبه وفرقنا بين العاطفه النفسيه وبين المحبه الروحيه. النهارده هتكلم على موضوع عنوانه علامات المحبه. يعني ايه علامات المحبه؟ اوقات كتيره قوي الواحد يدعي انه بيحب انسان، لكن كل تصرفاته وكل سلوكياته تكون أبعد ما يكون عن المحبة اللي هو بيدعيها. بمعنى تاني، لو إحنا رحنا لأي مجتمع إجرامي، ودي أنا قلتها لكم قريب، وقلنا اللي بيحب ربنا يرفع إيده، مين ده اللي هيجرؤ إنه مش يرفع إيده؟ كل الناس هترفع إيديها. بس بعد ما تخرج من السجن أو بعد ما تخرج من الحجز، كم واحد فيهم بيحب ربنا بجد وبطل خطية؟ وكم واحد فيهم رجع للسرقة أو القتل أو whatever كان بيعمل إيه؟ يبقى في علامات تبين الإنسان محبته موجودة ولا لا. هناخد النهاردة 3 أو 4 علامات بالكتير. العلامة الأولى اسمها الجلوس مع الله. اللي بيحب حد بيقعد معاه وما بيحسش بالوقت أبداً إنه عدى، فيبقى داخل القداس وممكن القداس يقعد 3 ساعات يقول لك ياه ده احنا كنا في السماء. هو ما فيش قداس يطول عن كده شوية؟ وفي واحد يخش القداس من أول ما بيخش القداس يفرك ويبص في ساعة كل 5 دقايق، زي بالظبط الخطيبة اللي بتتعرف لسه على خطيبها. من ضمن العلامات اللي ممكن نسألها إذا كانت مرتاحة وبتحب ولا لأ، نقول لها أنت حسيتي بالوقت وأنت قاعدة معاه؟ لو قالت الوقت ما كانش بيعدي وعايز اروح، يبقى دي ما كانتش بتحبه. لكن لو قالت انا ما حسيتش بالوقت خالص وانا قاعده معاه، معنى كده ان في محبه. يبقى اول علامه من علامات المحبه ان الانسان بيلاقي وقت يقعده مع ربنا اللي بيحبه، مش وقت لمجرد انه يردد الكلام باطلا. عشان كده انا احكي لكم حكايه عن اب كاهن، ما اقدرش اقول اسمه لان هو لسه ربنا يديله الصحه والعمر. الكاهن ده كان عنده نظام ان يقوم كل يوم 3 صباحا يقعد مع ربنا من 3 لـ 6 ما بين قراءة كتاب مقدس وتمتع وتسبيح وصلاة، وينام ساعة، وبعد كده ينزل من الساعة 7 على الكنيسة بتاعته والخدمة بتاعته والاعترافات بتاعته. واحد بيحب ربنا، وعلى رأي قداسة البابا شنودة الله ينيح نفسه لما كان بيعلمنا ويقول إذا وجد الحب وجد الوقت. ما دام اتحججت وقلت مفيش وقت، يبقى الحقيقه انت بتقول مفيش حب. يبقى اول علامه بلاقي وقت اقعده مع ربنا. العلامه الثانيه، لو انا بحب انسان وانا بطبيعتي ضعيف وبغلط، حاجه اسمها سرعه الرجوع او سرعه الاعتذار. قلنا بدل المره 10، القديس مش هو الانسان اللي ما بيغلطش، القديس هو الإنسان اللي لو غلط بيرجع بسرعة. وعلشان كده عاوزين نتكلم في النقطة دي ونقول إن الإنسان اللي بيحب ربنا بيحس إن الخطية زعلت ربنا منه، فما يعرفش ينام من غير ما يصفي حساباته مع ربنا أو يعتذر لربنا أو يصالح ربنا، ودي اللي بنسميها حياة التوبة. يبقى أول علامة بقعد معاه، 2 لما ببعد برجع له بسرعة. 3 علامة إنك تحب أخوك. المسيح قال للتلاميذ كده، أنتوا بتحبوني؟ قالوا بنحبك يا رب. طب أنتوا واثقين إن أنا بحبكم؟ أه طبعا بتحبني يا رب. قالوا كما أنا أحببتكم تحبون بعضكم بعضا. ودي علامة مهمة قوي. المسيح لما لخص الناموس قال فيه وصيتين مهمتين، الأولانية تحب ربنا من كل قلبك، 2 تحب أخوك كنفسك. يبقى وصية المحبة ليها علامات، مش مجرد إن أنا أقول ولا لأ. آخر علامة ودي هقولها في ثواني صغيرة، محبة السماء والأبدية. اللي بيحب ربنا فعلا ما بيبقاش مكتفي إن هو بيحضر قداس ولا بيصلي ولا بياخد خلوة، لا، اللي بيحب ربنا بيعدي كل ده، وإذا كان في لحظة بيشتهيها هي لحظة إن هو يشوف ربنا بعينيه. علشان كده اللي بيحبوا ربنا ما بيخافوش من الموت، بيحبوا السماء
وبيحبوا الأبدية. يا ترى أنا أخد كام على 10 في كل علامة باللي أنا قلتهم؟ بلاقي وقت أقعد معاه؟ برجع له بسرعة؟ بحب أخويا؟ بحب الأبدية؟ ولا لسه أنا مبتدئ ومحتاج أشتغل أكتر؟ ربنا يديني ويديكم لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد. آمين.